الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معنا جمال مدافع نادي بورفؤاد، اللهم صل على النبي. النهارده كنت نجم المباراه، بلا منازع وقطعت الميه والنور عن فريق بتروجيت. بحييك انت ورقم 4 صلاح، مش اسمه صلاح، اللهم صل على النبي. قطعت الميه، بتروجيت ماسك الماتش كله، بس انتوا الاثنين شمال يعني بقى اشوفك تقع ومع ذلك بتقوم تجيب الكوره اللي واخدها، اللهم صل على النبي. تقول ايه للفريق وتقول لنا؟ الله كابتن، اول حاجه الحمد لله على كل حال، وثاني حاجه هم رجاله ولاعيبه بتروجيت لعيبه كويسه وكل حاجه، بس احنا عملنا اللي علينا وربنا قدرنا ان نكسب الماتش الحمد لله. والنهارده خد 3 نقط الحمد لله على كل حال. الحمد لله مجهود جميل، اللهم صل على النبي. لعبت فين قبل كده؟ انا كنت في مصر البورسعيدي ولسه ماشي بتاع من شهر، فبدات موسم مع بورفؤاد، نادي كويس الحمد لله على كل حال يعني، وربنا يكرم السنه. انا بحييك الصراحه، انت نجم 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 المباراه النهارده الصراحه الصراحه. وانا ان شاء الله هتخش على الكره مع مجدي على اليوتيوب وهتلاقي اللقاء دوت، وهتلاقي الماتش ان شاء الله، بس يوم الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله بلا معمل منتج وعمل كله. مسك الاعلى مين في مصر بقى؟ محمود الونش. محمود الونش يبقى زملكاوي. الله ينور. ومسك بعد، وتحب تلعب فين بعد كده؟ يعني طموحك ايه؟ والله يعني الزمالك. الزمالك؟ الزمالك. الزمالك. وبعد الزمالك؟ طبعا اي حته بره يعني كويس. احتراف. اكيد. تتنور احتراف. مسك الاعلى طب مين بره؟ رمز. رامز، اللهم صل على النبي. اللهم صل على رامز، جميل جدا. وانت صراحه يعني انا بحييك. انا كنت بتفرج وكنت مستمتع وانا بتفرج على الماتش. الف الف مبروك ليكم الثلاث نقاط، والف مبروك للكابتن. الف مبروك حبيبي. تسلم تسلم تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.